واحد بيقول هل الكنيسة القبطية علم خاص خاص بها لونه أبيض وبه صليب في الوسط ولونه أزرق، حيث صرح أحد الأساقفة بذلك لمجلة روزل يوسف برجاء الرد: نحن مصريون والعلم بتاعنا هو علم مصر وملناش علم غير كده. وما تصدقش الكلام اللي بيجي في الجرايد، لو تقولي على اسم الاسم ده انا اقدر اتفاهم معاك كويس.